والله جاني فيديو من فرحان إبراهيم من صلاح الدين. طيني يا همام. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من يهمها الأمر، إلى السيد وزير الدفاع المحترم، وإلى السيد رئيس أركان الجيش المحترم، أنا أشدكم باسم الإنسانية أن تنظروا بحالي ومشكلتي. أنا المتكلم فرحان إبراهيم أحمد، المنسوب إلى الفوج الثاني اللي هو 14 الفرقة الرابعة. أنا ذاك عام 2006 أتى اسمي شهيد وتم إيقاف راتبي، وبقيت أداوم 4 أشهر لتصحيح اسمي ولم يتم التصحيح ولم يتم تصحيح اسمي. وعندما صدر عفو في عام 2022 ذهبت إلى إدارة المراتب لكي أعود إلى الخدمة، وعند الحاسب وجدت اسمي شهيد منجز. أنا أشدكم أن تنظروا بحالي وبقضيتي. فرحان الله يسعدك. ياك الله استاذ نجم، ياك وبياك، حياك الله استاذ نجم. اخويا الحمد لله على السلامة. هسه شلون انا احكي وياك شهيد عدل شلون؟ والله بلد العجائب استاذ نجم، بلد العجائب احنا. فرحان انت احكي لي القصة. نعم. انت بالفوج الرابع لواء فوج الثاني. نعم. لواء 14 فرقة الرابعة. نعم. انت شلون تم؟ نعم. شلون سووك شهيد؟ يعني بأوامر القسم الثاني بموقف، شلون صار الشهيد؟ شلون القصة؟ القصة يعني استاذ نجم شيء ما شيء يعني يوقف شعر الراس، يعني شيء فوق الخيال. اي استاذ نجم، أنا داومت بال 2004 يعني بحرورتها، يعني احنا ضحينا ما ضحينا، انطيت شهداء. أي. يعني ولد اختي ثلاثة، من ولد اخوي ثلاثة، يعني انا اول من المضحين. من احكي لي بالقصة مباشرة فرحان، احكي لي بالقصة. نعم. مباشرة. نعم مباشرة استاذ العديد، انا فوج سامرة، انا ذاك الفوج الثاني، جاء اسمي شهيد. اي جاء اسمي شهيد فقط، يعني مو شهيد منجد، جاء اسمي شهيد. يعني حاولنا التصحيح بذاك الآن، حاولنا التصحيح، بقيت 4 أشهر ما تصحح اسمي. يا سنة سنة 2006 2006 أنت بالفوج الثاني بسامرة. أجلس. نعم سأل. شلون اندرج اسمك شهيد؟ من درج اسمك شهيد؟ بالبودرة، بالبودرة، البودرة، البودرة مال الرواتب. البودرة مالت الرواتب استندت على ماذا؟ ما أعرف استاذ. أنا بقيت أداوم 4 أشهر تصححون اسمي وما تصحح اسمي. تركت الدوام بكت، يعني الظروف صعبة، تدري يعني صعبة الظروف ذاك الآن، تركت الدوام. ماكو شيء اسمه يعني فرحان. قدمت فرحان أنت أهم تحملني. نعم استاذ. ماكو شيء اسمه صعب. نعم أنت من أجدت بالبودرة اسمك شهيد. الوحدة شو تعامل؟ نعم استاذ. الوحدة شو تعامل وياك؟ ايش قالوا لك؟ اتعاملوا نعم استاذ، الوحدة مالتي قالوا انتظر لنصحح اسمك، انتظر الشهر هذا، لا الشهر الجاي ما تصحح، الشهر الجاي ما تصحح. 4 أشهر انا داوم بلاش، 4 أشهر انا ذاك انا داوم بلاش في سبيل تصحح اسمي، ما تصحح اسمي جبرت اترك الدوام. منو كان؟ ياو كان الامر مال الفوج مالتك، امر لوائك؟ الامر مال الفوج العقيد علي خلف عبد الله، منطقتي يعني هو. زين. نعم استاذ. خوش درت وجهك ورحت. هسه انت بعدك شهيد؟ بعدني شهيد، رحت عودت ب 22 عن طريق اداره المراتب، يعني عودنا تدري استاذ عن طريق الانترنت، الانترنت ما اجى اسمي، لان ادري باسمي شهيد. ما اجى اسمي بعمليات صلاح الدين. وين قالوا لي تروح؟ قالوا لي تروح لدارة المراتب. رحت لدارة المراتب، دقوني حاسبة وعيدة باسمي شهيد منجز. ايه شهيد منجز، يعني شهيد حقيقي. شهيد حقيقي معامل منجز. وهسه انستاذ يعني عندي كتاب يقول يعني لاعبين بي لعب، يعني تاريخ الميلاد مسويني استاذ، مسويني مواليد 1910، العمر 112 سنة، الحالة الزوجية اعزب، هذا كتاب وزارة الدفاع. عمرك 110؟ انت وين؟ 1910، العمر 112 سنة، الحالة الزوجية اعزب، الاسم فرحان ابراهيم احمد. اي شهيد منجز. زين انت وين استشهدت برام الله؟ وين استشهدت؟ بيا معركة بال 47 بال 48 بلدنا
بلدنا هذا يعني بلد العجائب. زين هسه انت من سوولك هاي الكنيه ورا ما متت؟ نعم. ورا ما متت سووك انت زين شهيد بيا معركه؟ ورا ما متت كاتبينك شهيد بيا. ورا ما متت لاعبين مسوين الكنيه هذه ومسوين ذا الشيء ما يتسولف يعني هذا شيء صعب يعني العمر 112 سنه. زين شلون الحاله الزوجيه؟ ماشي فرحان حتى نختصر. نعم. انت كتبوك شهيد. نعم. بيا معركه بيا منطقه بيا سنه؟ بسنة 2006 فوق تامرة. وين تامرة؟ وين متت انت؟ وين؟ الجلام سامرة. ها؟ بالجلام بسامرة. متت بالجلام بسامرة. زين لما موجود انت عشر. انت لما موجود عمرك 110 كان ليش ما طلعوك تقاعد قبل ما تموت؟ انا يا ريت وبكيت قلت تعال يا بس عسى نعطيك تقاعدك نعطيك حقوق شهيد. يعني هسه انت متت عمرك قرن وعشر سنوات. والله استاذ يعني هذه ملعوبه كبيره يعني صار يعني شيء ما يتوصف يعني. زين بكتها يعني الحاسب الان اذا تاخذ رقم الاحصائي استاذ العزيز اذا تاخذ رقم الاحصائي والدقني حاسبه يطلع لك شهيد منجز. بالله رد لي رقمك الاحصائي على الهواء خلي السيد وزير الدفاع يسمع وحتى ابو الحاسبه يسمع. رد لي رقمك الاحصائي على الهواء. خلي يسجل رقم الاحصائي خلي يسجل 101 اي 4249. يا سيد وزير الدفاع احنا بهذا الزمن الاخبر كل شيء سمعنا. هسه انا احكي ويا السيد الشهيد العدل الحاسبه مالتك مطلعته 110 وميت بال 2006 بسامره وظل 4 أشهر ورجع. هسه لو تسطونا معامله مال شهيد ياكل انه هو عادل ها لو ترجعونه بالعفو لو تسووا له شاره. سيد ثابت العباسي اقسم عليك بمن تعبد هذا رقم الاحصائي ودي على ابو الحاسبه هذا اللي عندك قول لهم هذا الرجال طلع ويا هذا الرجال يقول انتم هذا اللي مسوينا بيه. هسه عمي الاخطاء تحصل الاخطاء بس معقوله هو لحد الان قصته لا هو عدل او لا هو ميت؟ لا هو عدل ويرجع ويكمل وياخذ تقاعده او لا هو ميت حاسبينه ميت مثل ما هو يسميه شهيد منجز ويداو شهيد منجز وياخذ حقوق تقاعد ذبوه على وحده مال الوزير. ماشي فرحان ماشي حلوه هاي القصه والله.